هنا صالة رفع الأثقال. سيداتي، أيضا. محاولة ثانية مولاي. أنا لم أقم بإحماء ليس إلا. حسناً، لما لا تحاولين رفعها؟ أو لا أحب حركات الاستعراض، بل أفضل الأحمال الخفيفة. هذه منشفتي. تسعة، عشرة، إحماء. إذن هذه حجرتي. صورتك عندما كنت صغيرة ولطيفة أيضا. لا تنظر إليها، محرجة. جيزابيل، لم تخبريني بفوزك بجائزة الممالك الخمسة للرماية. لم تفز، بل هي سرقت الكأس. إذن من يريد خفائف؟ وهل أجرؤ على الرفض؟ بأي شيء أبدأ؟ سأخذ هذه. لا لا لا، وقعت في هذا الخطأ مرات عديدة، مرات كثيرة جدا. دعيني أخذ واحدة من أعلى الهرم. أيبدو لك الأمر مضحكاً؟ لا. تفاصيل مزعجة. ماذا لدينا؟ لا تلمس درجي السري. اسمع، اجلس هنا ولا تلمس شيئاً. رائع، جميل. ابعد هذا عني، ابعد عني. قلت لا تلمس شيئا. نعم، انا اعتذر. لقد مر وقت طويل لم ير فيه البطل المغوار سريرا طريا هكذا. هيا اقترب قليلا على ما لا لا. قلت لا أحد ينظر إلى درجي السري، مفهوم؟ نعم، أنا آسف. أحذرك لآخر مرة. أنا حاولت إعادته مكانه وهو هكذا. Hehehehe.